بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أولا أخ رئيس مجلس المستشارين وعضو لجنة الفتاوى للحزب والكاتب العام للاتحاد العام الشغالي، أخ رئيس الفريق النيابي لمجلس النواب الأستاذ نور الدين بيان، أخ رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين أخ عبد السلام المباغ، إخوة أعضاء اللجنة الفدية حاضرين معنا، أخت والإخوة الوزراء، إخوة والأخ الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، الأخ رئيس الجهة وعضو اللجنة الفدية وكذلك النقيب ديالنا دائم هو الأخ عبد الواحد الأنصاري مع الأخت مروان. نشكركم على الدعوة الكريمة. الأخ النقيب، إخوة البرلمانيين الحاضرين معنا، الإخوة كذلك المفتشين اللي حاضرين معنا وتشكرهم على الحضور العملي تقوم به، إخوة رؤساء المجالس المنتخبة والجماعات المحلية، إخوة أعضاء الجهة، الإخوة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء كذلك الإخوة أعضاء اللجنة المجلس الوطني واللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إخوة قيادة الكشافة المغربية اللي حاضرين معنا وتنوع بهم اليوم فريقنا، أخوات والإخوة أعضاء الاتحاد العام الشغالي وأعضاء الشبيبة الاستقلالية وأعضاء المرأة الاستقلالية، أخواتي إخواني المناضلات والمناضلين، إنني جد سعيد بالحضور معكم اليوم في هذا اللقاء اللي هو في الواقع سنة بحال اللي أكد الأخ عبد الواحد الأنصاري، اللي هو لمدة سنوات يمكن نقولوا الأخ الأنصاري أن هذا منطلق مع رؤية أمل. كان عندنا لقاء كبير للأخ الأنصاري المدبور في هذا الإقليم واللي أعطت انطلاقا مسيرة جديدة لحزب الاستقلال اللي تبوأت أولا بالنجاح ديال المؤتمر 17 بالقيادة الجديدة ديال اللي خرجت من هذا المؤتمر واللي مشات كذلك إلى المعارضة الوطنية الاستقلالية اللي بناها فإلى الانتخابات الماضية في 2021 اللي اكتسحنا الساحة وجينا من بين الأوائل ديال الأحزاب السياسية بالفضل من النضالات ديال الإخوة والأخوات اللي حاضرين معنا اليوم، فهنيئا لنا جميعا في هذا الإطار. هذا اللقاء كذلك كما تعلمون فما ذلك خلنا الحكومة بلا رئاسة مجلس المستشارين، خلينا أربعة ديال الرئاسة ديال الجهة بين جهة ديال فاس وكناس وما أدراك جهة ديال فاس وكناس والرئاسة ديالها، وخلينا 167 رئاسة ديال الجماعات المحلية، 11 رئاسة ديال المجالس الإقليمية، زيادة العديد من الغرف المهنية، وكل ذلك بفضل النضالات والعمل الجاد اللي قمتوا به في اطار هذا النضال المستمر لحزب الاستقلال. وهذا اللقاء عنده واحد الصبغه خاصه وانا نقول لكم علاش. هذا اللقاء عنده واحد الصبغه خاصه لانه هو في الواقع فرصه باش اننا نتلاقاو كل سنه تكون هذه اللقاءات اخرى في الاخرين. فالإخوان في حياة بودربانا عندنا لقاء مهم وتشكرهم كذلك على حسن الضيافة وعلى التهيئة الشاملة اللي كانت هناك، ولكن هذا اللقاء تنعتبر هذا اللقاء اللي تتسلط علينا فرصة باش أننا ندير واحد الوقفة، وقفة ديال التأمل باش نعرفوا ماذا قمنا به، ما هي الإنجازات اللي تحققت، وما هي الصعوبات اللي تواجهوا، وما هي المعيقية اللي هي المستقبل. واللي كذلك هو أن شاهد الأخضر إن هذا اليوم بالذات جاء بين أمين ويني ترأس واحد الدرس ديني مهم جدا، هذا الدرس ديني اللي لقاه واحد فقيه مهم جدا واحد من جهة الأردن اللي هو سميتو إبراهيم الكناني، وهذا الفقيه الكبير اللي هو في كلية الشريعة وعميد كلية الشريعة في الأردن فهو تكلم على واحد موضوع مهم، الموضوع ديال مقاصد القرآن الكريم وبناء المشتركات الإنسانية.
وفي هذا الدرس تكلم على الزعيم الراحل الأنفس وما أتى به من توجيهات في إطار مقاصد الشريعة، ولأكد أنه انطلاقا من القرآن الكريم أن ضروري العمل على الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح، وهذا ما نقوم به إن شاء الله. اليوم بعد سنة ضروري نتكلموا شنو هما التطورات الكبيرة اللي وقعت، وفي هذه التطورات الكبيرة اللي وقعت كاين واحد الأمر اللي هو يهمنا جميعا، هي القضية ديال الوحدة الترابية بالنسبة لي. انتم عارفين بان القضية ديال الصحراء المغربية اللي هي أمر أساسي بالنسبة لكل المغاربة، وهذه سنة بالضبط يمكن نقولوا بأنه وقع واحد التحول كبير بالنسبة للقضية الوطنية. وهذا التحول هو أنه جاء الملك مع رئيس ديال الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، دار واحد خريطة الطريق ديال علاقات ثنائية جديدة بين البلدين. هذه خريطة الطريق يأكد فيها رئيس الحكومة الإسباني بأنه قضية ديال الصحراء المغربية، فبالنسبة للقضية الصحراء المغربية أن الحكم الذاتي هو الحل الأساسي والضروري باش أننا نخرجوا من هذه الإشكالية المفتعلة من طرف الأعداء ديال الوحدة الترابية ديال بلادنا. وأنه كان كذلك في إطار هذه خريطة الطريق بأننا غنركزوا على ما يجمعنا، لأننا كلنا مقتنعين بأن عندنا مصير مشترك وتحسن في المجمعين ونعملوا جميعين من أجل الإصلاحات ديال الشعبين والبلدين، وبأنه كذلك من الضروري أن نعمل على القيام بما ينبغي أن في الإطار لا في مجال اقتصادي ولا في مجال دبلوماسي ولا في مجال سياسي ولا في مجال اجتماعي ولا في مجال بيئي إلى آخره من الأمور. وهذا الأمر كذلك علاش نتكلم من هذا الأمر؟ لأنه وقع واحد التحول كبير بالنسبة للقضية الوطنية. التحول بدا مع اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، والتحول الثاني جاء بعد اعتراف إسبانيا بأن الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لحل هذا النزاع المتعدد بالنسبة للقضية الوطنية. بعد ذلك بغيتكم تعرفوا هذا الأمر، بأن كانت دولة وحيدة في أوروبا اللي كانت معترفة بالحكم الذاتي هي كانت فرنسا، لتتظاهر بأن الحكم الذاتي هو حل مهم بالنسبة إلى هذا النزاع المفتعل. اليوم عندنا 12 دولة، أي 11 دولة من بعد ما اعترفت إسبانيا بهذا التوجه، جات ألمانيا، جات هولندا، جات بلجيكا، جات لوكسمبورغ، جات النمسا إلى آخره إلى آخره. وبالتالي كانت واحد النقلة نوعية بالنسبة للدول الأوروبية، واليوم عندنا 90 دولة في العالم كلها تؤكد على أن الحل الوحيد هو الحكم الذاتي. وبالتالي هذه خريطة الطريق اللي وضعت جلالة الملك اللي هو دائما يدافع على الوحدة الترابية ديال بلادنا وتشوف الإصلاحات ديال بلادنا، فهذه خريطة الطريق فهي عندها واحد الأهمية قصوى. ولذلك نؤكد بكل وضوح بأن نحن في حزب الاستقلال قيادة ومناضلات ومناضلين كلنا وراء جلالة الملك متشبتين بهذه خريطة الطريق بين المغرب والإسبانية. لأن الاستجواب اللي أعطاه الأخ أمام يارا أكد ذلك نفس الاتجاه، لأن احنا قيادة واحدة وموقفنا واحد في هذا الأمر. ثانيا أننا خصنا نعرفوا بأن فضل هذه خريطة الطريق باش نعرفوا تصور التحول الكبير اللي وقع ما بين العلاقات الثنائية، أنه وقع واحد ارتفاع مهم ديال المبادلات الخارجية ما بين المغرب وإسبانيا، زادت 20% الصادرات والواردات من إسبانيا. اليوم عندنا الشريك الأساسي اللي هو في العالم هو إسبانيا، هو الأول، فرنسا تجيب بعد. ثانياً على أن الاستثمارات 30% ديال الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا تدار في المغرب، وتدار في قطاعات تخلق العديد من فرص الشغل، لا بالنسبة للنسيج أو لا في مجال ديال الصناعة البناية أو لا في مجال ديال الفلاحة. ثالثاً أنه كذلك في الإطار كاين واحد الأمر اللي هو مهم، وهو أننا
قمنا فانه تكال 20 اتفاقيات التعاون ما بين البلدين في كل المجالات، مجال الامني، مجال الاقتصادي، مجال الاجتماعي، مجال البيئي، مجال الثقافي الى اخره مؤخرا، بل اكثر من ذلك. وهو ان انتم عارفين ان جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله كان دائما تيقول بان ضروري يديروا واحد الربط يكون قاري ما بين المغرب واسبانيا وبين اوروبا وافريقيا. هذا الربط قاري فالعمل وقف في 2009، من 2009 ما بقاش اجتمعت لجنه مشتركه في هذا الاطار، وبالتالي احنا عاود حركنا هذا الامر، هذا باراده من اسبانيا ومن المغرب. ودرنا الاجتماع الاول ودرنا الاجتماع الثاني، وان شاء الله هذا الاجتماع المقبل ان شاء الله يكون شهر يونيو باش نحركوا هذا الملف ونعطيو واحد النفس جديد، باش ان ما بين المغرب واسبانيا وبين افريقيا واوروبا يكون هذا النفق ان شاء الله في المستقبل المتوسط او البعيد. هذا كذلك امر مهم لهذه المنطقه. واكثر من ذلك، وهنا عندنا العديد من المشجعين، وتقول كلنا مشجعون ديال الفريق الوطني المغربي، وشفنا في البدايه كيفاش رفع الرايه المغربيه. فاحنا كنقول اليوم بدنا كيفاش نقولكم اعلان ديال جلاله الملك عبد السادس اذا الله على ان كاس العالم 2030 ان شاء الله، فاحنا غنترشحوا مع اسبانيا ومع البرتغال باش نتفرجوا على كاس العالم 2030 وغنكبروا ان شاء الله بفضل الاراده القويه ديالنا جميعا. لأننا باش نقولوا هذا التحول الاساسي اللي وقع في هذا المجال، وضروري اننا نبقاو مختارين هذا خريطه الطريق بكل حذافيرها، ونبقاو متشدين وراء جلاله الملك على اساس انه يكون احترام تام لكل ما جاء في هذا خريطه الطريق. نقطه ثانيه اللي بغيت نتكلم عليها، وفي الواقع الاخوات والاخوان الحاضرين معنا، في الواقع احنا عارفين المشاكل والمعاناه يعني تمنا في هذا الشهر كله، لان صحيح ان واجهنا ازمات كبيره. دينا اولا الكوفيد، انتم عارفين التبعات ديالها. ثانيا جات الازمه ديال اوكرانيا، الحرب في اوكرانيا اللي كان عندها كذلك انعكاسات كبيره. وزاد كذلك اشكاليه ديال الجفاف، انتم عارفين ان هذا كذلك كان عنده حقوق كبير وغير ملحقه في هذا الاطار. وبالتالي السؤال اللي كان لي واحد يطرح هو تيقول تقول ديال حنا حزب الاستقلال دخل الحكومه، لشنو جابنا هذا حزب الاستقلال هو في الحكومه؟ كيفاش هذه الحكومه، شنو دارت هذه الحكومه باش تخفف علينا من هذه الاثار ديال هذه الازمات وهذه الصدمات اللي مسات بلادنا؟ انا غنتكلم لكم باش ما نطولش عليكم بزاف، غنتكلم لكم على ثلاثه ديال المواضيع الاساسيه. الموضوع الأول هو الجفاف. أنتم عارفين بأن السنة الماضية عشنا أكبر جفاف في تاريخ المغرب منذ 1940. تراجع ديال الواردات المائية 57%، تراجع ديال الثلوج 87%. نعطيكم الرقم باش تفهموا بأن كان في معدل تكون عندنا 45,000 كيلومتر مربع ديال الثلوج، السنة الماضية كان 5,600 كيلومتر مربع. باش تشوفوا الصورة فين زيادة على حكم أن كانت 4 سنوات جفاف متتالية، النسبة ديال ماء السدود كانت ضعيفة، ما كناش نتجاوزوا 3 مليار متر مكعب. وبالتالي كان عندنا ملي وصلنا في أكتوبر دايماً وراه قلتها بوضوح في البرلمان، دايماً بأننا غنواجهوا واحد الإشكالية كبيرة. وبالتالي من الضروري أننا نحاولوا كما يمكن نستغلوا الأمور وناخذوا التدابير اللازمة باش يمكننا نواجهوا هذه الإشكاليات. وشفنا شنو الأحوال المائية الأكثر تضرراً من الناس، ودرنا اتفاقيات في هذا الإطار باش يمكننا نواجهوا هذه الإشكاليات. وبالتالي استثمرنا واحد 5 مليار درهم إضافية باش يمكننا نواجهوا هذا. درنا اتقاف استكشافيه جديده، درنا ربط ما بين بعض السدود، درنا كذلك ما هو مرتبط بالتخليه الدينيه بالنسبه لوحدات المتمكنه من المياه، درنا كذلك الحافلات التهريجيه باش توصلوا الماء للعالم القروي، 2,700,000 مواطنه ومواطن
استهدوا من الماء خلال هذه الحافلات الخارجيه، ولولا كانوا غيموتوا من العطش. ولكن الحمد لله وفرنا كل الامكانيات، 700 حافله بين 500 اضافي، باش انه يكون الماء يوصل المواطنات والمواطنين باش ما يضرش. زياده على الجهد اللي درنا كذلك في هذا الاطار باش نطلقنا تحليه المياه ديال الاكادير اللي هي كانت منطقه ديال الشوكه اتباع واكادير باش تكون فيها الطاقه شويه تفتش الماء على المدينه الاكادير الى اخره الى اخره من التدابير. ولكن هذا درناه كيفيه استعجاليه وجبناه، ولكن اللي اساسي هو كيفاش نحلوا المشكل بكيفيه استعجاليه. وهنا جات خريطه الطريق اللي وضعها جلاله الملك افتتاح البرنامج مجلس النواب افتتاح برنامج في اكتوبر الماضي. شنو قال جلاله الملك؟ قال بان القضيه ديال الماء هي قضيه الجميع، وقال بان القضيه ديال الماء هي خاصها نديروا فيها تحولات كبرى، والتحولات الكبرى ها هما النقط اللي خاصهم واحد الكذب. اولا تسريع واتجاه ديال السدود الكبرى، ونعطيك واحد المثال اخواني ديال الافران ديال الشروع على 10 سنين. السد ديال مدس، السد ديال مدس بدا في 2010، حنا في 2023 باقي ما كاين. نيجي لهنا صدناه واقف. شنو درنا؟ بدلنا المقاوله، اعطينا انطلاقه، و 2024 السد ديال مدس غيكون جاهز ان شاء الله. وهذا السد اللي سيعطي لنا المواطنات والمواطنين بالنسبه للشرب، ولكن اكثر من هذا الشيء غيعطي واحد الامر اللي هو اساسي، هو يعطي ماء الفلاحه باش الفلاحه كذلك يستافدوا وينتجوا باش نقلصوا من هذه الاشكاليه اللي شفناها بالنسبه للتراجع ديال العقل في مجال هذه من الخضر واللي شفناها مؤخرا في رمضان. نقطه ثانيه اللي هي اولا السلوك الكبرى. غنوصلوا غندوزوا من 19 مليار متر مكعب الى 24 مليار متر مكعب ديال الامكانيه ديال تدفئه الماء بالنسبه للسدود. ديال 5 مليار اضافيه اللي غنطبقوا هذا المجهود اللي درنا 17 سنه اللي هما في طور الانجاز. وانا نقول لكم جمعيه الشركات كلهم اللي كانوا تخدموا في السدود قلنا لهم بغيناكم تسرعوا وتقصوا المده الزمنيه لانجاز السدود. وهذا الشيء اللي كان راه كله نقصوا ما بين 6 شهور الى عام ديال المده الزمنيه ديال السدود. باش اننا علاش؟ لان المغاربه تنتظروا، المغاربه تخصو الماء، المغاربه تخصو الماء باش يفلحوا، المغاربه تخصو الماء باش يشربوا، بالتالي ضروري اننا نقوموا بالواجب ديالنا في هذا الاطار ونصروا باش نوصلوا الماء للمغاربه. نقطه ثانيه وهو انه شفنا واحد الظاهره خطيره وهو ان السدود الصغرى وقفات في 10 سنين الماضيه. فاحنا عاود حيينا السدود الصغرى. غنديروا 129 سد صغير فبنينا 2024 وغنضيفوا عاوتاني واحد 150 اخرين على 300 سد ان شاء الله بنينا نهايه الولايه. واللي بغيت نقول لكم بان بالنسبه للجهه ديال فاس الناس عندنا 12 سد اللي هو مبرمج واللي غيطلق ان شاء الله هذه السنه. علاش هذه السدود الصغرى مهمه والسدود التليه؟ لانه ولي تحميهم الفيضانات، ثاني انه تلعب واحد الدور اساسي بالنسبه للفلاحه وبالنسبه للري وبالنسبه كذلك للماشيه باش نقدر نعطيهم مشروب. ولكن اكثر من ذلك وهو ان غتساعدنا كذلك لتصعيد الفرشه المائيه، لان الفرشه المائيه عطات واحد التراجع كبير، قصات 2 متر 3 متر زاد مره قصات 6 متر ونص، بالتالي الضرر مع القاص الفرشه المائيه انت صنع قوي. اذا ها هو الامر الاول اللي نقدر، ولكن هادشي مهم. ولكن انتم عارفين مع التغيرات المناخيه مع الازمات اللي هي كاينه على الصعيد المناخي والتطورات هذا غتكون عندنا سنوات جفاف بكل واضح، غتزاد عدد ديال السنوات الجفاف وغتكون عندنا سنوات جفاف فيضانات. اذا من الضروري ان نوجدوا السدود باش تكون فيضانات يكون عندنا الماء باش تقدر تخدم علينا عام عامين. انا يمكن نقول اليوم عشنا الشتاء اللي طاح الحمد لله هذه السنه، فبالنسبه للمويه ما عندنا مشكل سنه ونص. بالنسبه للمنطقه مثلا ديال الشمال عندنا ما عندنا مشكل اربع سنوات، هذا كيسمى الكتاب قفص الحدود وعطانا وصلنا دابا 5 مليار 600 مليون متر مكعب. ولكن قلنا هذا الشيء خصنا كذلك نوجدوا، وهذا اللي اكد عليه الملك اننا نوجدوا البدائل، والبدائل واضحه.
الديانيه وكذلك معالجه الديانيه. وفي هذه الايضاح باش نمكنكم كل واحد اننا قمنا واحد الدور مهم وهو اننا اعطينا انطلاقه ديال العديد من المحطات ديال التسليه المياه. اعطينا انطلاقه ديال التسليه المياه بالنسبه للداخله واللي اعطينا انطلاقه ان شاء الله وغيكون جاهزه دابا مع مكتب شركه الفوسفات التسليه المياه بالنسبه للاسفي بالنسبه للجديده. اعطينا انطلاقه باش نبداو يكون عندنا المباراه حول هي التسليه المياه بالنسبه للدار الى التسليه اليوميه للمكعب ونعطيو انطلاقه في الناظور ونعطيو العديد من المناطق في المغرب زيادة على العيون اللي غنزيدو نقويوها إن شاء الله باش أنه تكون عندنا محطة تحلية كاينة منذ السبعينات ولكن غنزيدو نقويوها في المستقبل. إذن هذا الأمر عنده واحد الأهمية قصوى لأنه بنفسد كل الأهمية اللي غنزيدو هو أولا أنه إن شاء الله من هذا 2030 الاستهلاك اللي تنستهلكو بالنسبة للماء 90 شهر راه أكثر من 50% غيجينا من التحلية المياه. إذا كان الشباب ما كاينش حتى غنضمنوا أن الماء 90 شهر يكون حاضر. ثانيا هو اللي بيحكي عليه وهو أن في هذه المحطة ديال التحلية المياه زدنا الفلاحة، أي أن طرف غيتوجه للفلاحة باش نضمنوا الماء للفلاحة كذلك في المستقبل. ثالثا وهو أن هذه المياه اللي هذه المدن الشاطئية ما غتاخذش فهو غيبقى في هذه السدود. إذن هاد السدود غيستعملوه علاش؟ غيستعملوه باش أنهم يعطيو الماء للشرب بالنسبة للعالم القروي، وثانيا غيستعملوه باش أنه يدخلو الماء كذلك بالنسبة للسقف الفلاحي، وبالتالي اليوم غندخلو في واحد المنطق جديد ديال التضامن اللي كان قبل التضامن كان الجبال هما اللي تعطيو الماء للمدن الساحلية، اليوم المدن الساحلية فيقول العمل هذا غتخلي الماء للعالم القروي وغتخلي الماء للجبال، وهذا واحد التحول كبير اللي غنطمئنوا على هذه المناطق الاخوان عن خدمه الماء، ديرنا راه تحليه المياه حلات ديال الماء خدمه الماء بحال اللي غنحلوا في هذه المناطق، ولكن نأكدكم بين المحطات كانت استراتيجيه اللي كانت توضع الحكومه اللي نسبها للفرنسي، ولكن مع الاسف ما طبقتهاش. هذا هو الواقع. حنا تنستغرقوا هذاك التسخين ديال الماء باش نكونوا كذلك قادرين، هذا اللي درنا هذه السنه وخلقنا فيه. زياده على عقد الفرشه المائيه اننا ركزنا على انه هذه الزراعه اللي تتاكل بزاف الماء اننا نقصوا من المساحات ديالها وغنوقفوا الدعم ديالها وغنبحثوا مع وزاره الفلاحه على زراعه اللي هي تستهلك اقل ماء بحال الفروج الى اخره هما اللي غنعطيوها الاصغر باش اننا نحافظوا كذلك على الفرشه المائيه. اذا هاي سنه ونص شفت تحول كبير اننا اولا حلينا المشاكل الطرفيه لان حلينا السيرفيس بدون مشاكل نسبيا والحل ثانيا اننا ان شاء الله غنزيدوا نشتغلوا باش انه هذه الاشكاليه ديال الماء والعطش اللي عشناه في السنوات الماضيه انه ما يبقاش التعاون ان شاء الله من باب السنين ربع سنين اللي تكون هذه الاجهزه كلها كامله. نقطة ثانية ضرورية في المالية وهي قضية القدرة الشرائية. بالنسبة للقدرة الشرائية أنتم عارفين بأنه المواطنين ضروري القدرة الشرائية هذا ما فيهاش وأنه كانت واحد الارتفاعات مهمة ديال الأسعار والنسبة للتدخل وصلت أول مرة 6.5% السنة الماضية في الوقت أن النسبة ما كانتش تجاوز 1.5% تنضاعفات مع المرات بل اكثر من ذلك بالنسبه للمواد الميدانيه اللي هي اساسيه بالنسبه للمغاربه كلهم كانت الطبقه المتوسطه او الطبقه المستعفى الى اخره فهي تمثل 31% في الاستهلاك ديالهم عفات واحد الارتفاع ديال 20% وهذا معلوم جاي ان القدره الشرائيه ديال المواطنين تراجعت كثير. وبالتالي السؤال يمكن الواحد يطرح قول مزيان ولكن هذا الشيء ناتج صحيح على عده عوامل كاين عوامل خارجيه لان الارتفاعات اللي كانت على الصعيد الدولي انعكست على بلادنا وكاين عوامل داخليه مرتبطه اساسا بالجفاف ومرتبطه بالمشاكل اللي كاينه في التوزيع ديال المواد والمضاربات الى اخره. السؤال اللي هو مطروح بالنسبه لنا هو الحكومه من جات واش دارت شي حاجه على هذا الشيء؟ انا بغيت نوضح لكم الصوره ديال المجهودات اللي بدلنا في هذا المجال.
اولا وتخصنا نعرفوه وهو انه الاشكال الاول اللي كان طرح بالنسبه لنا وهو انه هذه المواد الاساسيه عرفت واحد ارتفاع مهول على الصعيد الدولي لا بالنسبه للقمح خصكم تعرفوا بان القمح اللي نعرفوا واحد ارتفاع مهول على الصعيد الدولي بحكم ان كانت عندنا حصيله المحصول الزراعي كان ضعيف فاضطرينا نستوردوا كثير اذا حنا قررنا اننا ندعموا القمح اللي ما كانش مدعم كلفناش 10 مليار ديال الدرهم علاش؟ باش ثمن الخبز يبقى ب 23 ما يوصلش ل 2 دراهم و 40 لان حنا قلنا المغاربه ما كانش يقبلوا ان ثمن الخبز يتزاد يوصل ل 2 دراهم بالتالي ما سناش ثمن الخبز ودعمنا باش هاد الماده ما ترتفعش كان عندنا اشكال في الغاز الثمن ديال الغاز ارتفع 3 مرات 4 مرات فهمنا جايين باش الثمن ديال الغاز بوطه الغاز ما تزادش فيها بوطه الغاز كان ممكن توصل 140 درهم ولكن قلنا لا ما يمكنش نزيدو في الغاز خليناها 40 درهم 43 درهم كذلك كانت القضيه ديال السكر الثمن ديال السكر كان غيضاعف وكذلك دعمنا السكر باش انه ما يتزادش فيه هاد الثمن ديال هادشي الزيادات كلها وصلتنا المقاصة 36 مليار ديال الدرهم 36 مليار ديال الدرهم في الوقت اللي كنا مبرمجين فقط 17 مليار ديال الدرهم سمعها ولكن قلنا ضروري باش نحافظو نحل باش نحافظو نخفو على المواطنات والمواطنين بالنسبة لكل شيء هذا كذلك تبين بانه انتم عارفين بان واحد الوقت الثمن المازوط ارتفع في قوه والثمن ليسونس كذلك وبالتالي كان عندنا اشكال في النقل وزير النقل هو حرام معنا فطرح المشكل في الحكومه وبالتالي الحكومه قررت انه ندعموا النقل دعمنا النقل ديال الحضاري اي الطوبيس باش ما يتزادش الثمن ديال الطوبيس وما يتزادش الثمن الطوبيس دعمنا النقل كذلك ديال الطاكسيات باش يتزاد الثمن ديال الطاكسيات دعمنا كذلك النقل ديال المسافرين باش يتزاد ولكن دعمنا كذلك النقل ديال البضائع لان قلنا نقل البضائع كذلك باش اننا نقلصوا الارتفاع باش ما يكونش عندنا انعكاس على المواد الاساسيه التي تشريها المواطنات والمواطنين كذلك باش تعرفوها وهذا امر مهم انت تكون كبيره وهو انه بين امور اللي ارتفعت على الصعيد الدولي وهو الثمن ديال الفحم وحنا 76% 67% ديال الانتاج الكهرباء تايديرو بالفحم والغاز كذلك حتى هو ارتفع حتى هو تنتجو منو الكهرباء وبالتالي الفاتوره ديال الكهرباء كما كنا دخلنا كانت غضاعف اللي تيخلص 600 درهم كان يخلص 600 درهم في الفاتوره الشهريه اللي تيخلص 1000 درهم كان يخلص 2000 درهم في الفاتوره ولكن الحكومه اجتمعت وقالت لا ما غنزيدوش الكهرباء ما غنزيدوش المغربي المواطن وصل المغربي ما عندهاش القدره باش تحمل زياده كذلك في هذه الفروتين وبالتالي ما تزادش فيها ولكن انا بغيت نقول لكم هذا ما تزادش فيها راه مهم راه كلفنا الكثير ولكن الاساسي وهو كذلك ما زدناش على المقاولات الكهرباء وبالتالي هذا اللي تنتجو لكم النسيج فهاد الناس حتى هما كانوا غيملكوا كل الناس في الكهرباء كانوا غيزيدوا كذلك في مدى الثمن الملابس كان كل الناس هنا في الكهرباء المواد الغذائيه المصنعه كانت غتزاد فيها كما كان كل الناس هنا في الكهرباء كاين مواد اخرى اللي تتشري كلها غتزاد وبالتالي صحيح كاين زيادات اللي قلنا داشين فيها بالنسبه للمواد الغذائيه ولكن بالنسبه للمواد الاخرى النسبه ديال التضخم ما تزادش اكثر من 3% فرق الجهودات اللي بدينا دينا هذا حتى هنا قمنا بواحد الواجب باش نقفوا من عين ديال هاد الارتفاعات ديال الاسعار الدوليه ونجا كذلك على 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 جفاف نقطة أخرى كذلك بالنسبة للمواد الغذائية اللي هي تخص نعرفو كذلك بالنسبة للحبوب وهو أنه في الواقع هذا الارتفاع اللي كان مؤخرا باش نطول عليكم ثلاثة أمور اللي بغيت نقول لكم النقطة الأولى هو مرتبط بجانب ديال الجفاف لأن نقص الإنتاج لأن ما كانش الماء الكافي هذا عادي في دابا ما كانش عندهم الامكانيه باش انهم ينتجوا وكان واحد التراجع ديال المنتوج انا قلت لكم كانت عندنا 100% من القطاع الزرع هذا العام وصلت 35% امور واضحه تجمع نقطه ثانيه وهو ان الامور اللي تدخلوا الاسئله اللي تدخلوا الازوريه فهي عرفات ارتفاع 4 مرات
فشنو كان هذاك الفلاح السي ما عندوش باش يجي فما داروش ملي ما دارش هذيك الاسمده وقع ترادش في الانتاجيه وبالتالي كان عندنا جوج العوامل اللي ادات الى انخفاض ديال الانتاج ملي تيكون انخفاض الانتاج وتيكون الطلب مرتفع تيكون زياده في الاسعار حنا بيناش وانا نقولكم ودرنا مجهود جلسنا في الحكومه اتفقنا قلنا ضروري اننا نواجهوا هذا وبالتالي درنا واحد الحيله باش اننا ما تكونش المضاربه نقلصوا في المضاربه اننا كذلك نضبطوا اكثر التصدير باش ان المواد تبقى في السوق وبدينا نجيب اوائل شهر مارس وبالتالي انتم عارفين الناقشه كانت في 12 درهم في شهر مارس من بعد هبطت 5 درهم هذا هو فضل العمل ديال الحكومه اللي وقع وهو اللي قربت رمضان عاد ارتفعت وبالتالي هذا الغرض اللي درنا نقولوا اعترفوا به الغرض اللي درنا هو بلا بكري كاين خصنا نديرو هذاك الضغط من يقرب رمضان باش من يجي رمضان الثمن تكون اقل هذا خص الواحد يعترف ولكن درنا بجهد ماكش ما درنا والو ورغم ذلك رانا اننا نزيدو في المجهودات باش اننا نقصو ونقصر انتم عارفين هذيك الماطيشة اللي كنا تنشريوها ب 12 درهم اليوم راه تتفاجئ 7 درهم 8 درهم و 6 درهم أسواق وبالك أقل من في الناس عندي الأقل وبالتالي هذا تبين أن راه حتى الحكومة راه دارت مجهود كبير باش أننا نواصلوا ضمنا كذلك المضاربين سنا واحدين تيخزنوا وشوفوا الخطورة خزنوا مثلا البصلة باش يحكوها باش تبان يبقى مرتبة شوف فين وصلنا بدل وبالتالي درنا المتابعات الضرورية وخذينا التمارين اللازمة ولكن هادشي اللي تيدار راه مزيان هذا ظرفي ولكن حنا خصنا حلول هيكليه والحلول الهيكليه هو اللي تنشتغل عليها اليوم الحلول الهيكليه وهو اولا اننا نضمنوا تكون انتاجيه والانتاج يكون في المستوى وبالتالي غادي نضبطوا باش اننا نعطيو الاولويه في السوق الداخلي ونصدروا اللي تخصو تصدر ولكن ضروري نضمنوا انه التمويل الداخلي يكون كافي باش ان هذه المشاكل ما تبقاش تطرح في السنه المقبله ان شاء الله نقطه ثانيه وهو اننا بالمشاكل اللي كرهها وهو اسواق الجمله انتم عارفين بان اسواق الجمله شنو هو المشكل وهو 60% ديال المنتوج هو اللي تدخل في اسواق الجمله 40% ما تدخلش تتباع لا ما تدوش في اسواق الجمله المشكل هو في اسواق الجمله هي فاش تحدد الاسعار تنشوفوا عند الطلب وتتحدد السعر وبالتالي فهذا تعطي واحد الاشكاليه كبرى انه الاسعار تدخل مرتفعه مقارنه كنا دخلنا كلشي كان الامور تكون مزيانه وبالتالي سيد الوزير في اطار حكومي فهو تيشتغل باش ان شاء الله يكون عندنا اصلاح ديال اسواق الجمله باش نقلصوا من هذه الاشكاليه اللي مطروحه في هذه المده. ثالثا الامر الثالث وهو نقلصوا كذلك السلسله ديال التوزيع سلاسل التوزيع لان من تكثر الوساطه فمن كل واحد تاخذ 50 سنتيم من هنا درهم من هنا تريد تختلف الاسعار فاسواق الجمله مثلا نقول لكم بالنسبه للمطيشة انزكان تتباع جوج درهم اليوم درهم و50 اليوم في اسواق الجمله تتوصل المكلات 6 درهم ايوا شوف معلوم كاين نقد كاين هادشي ولكن يمكن توصل 3 ولا 7 درهم ولكن 6 درهم راه بزاف بالتالي هذا تيطلب اننا كذلك اننا نقلصوا من هذه السلسله ديال التوزيع باش اننا نضمنوا ان الاسعار كذلك ترتفع زياده على انه في هذا الاطار بجهودات الدوله باش اننا نقولوا اننا نواصلوا كذلك لكم المقاصات السنه راه موجودين 26 مليار ديال الدرهم ديال الدعم واننا نمشيو في هذا الاطار نقطه اخرى اللي تخصنا نقولوها وهو انه تخص كذلك الشركات اللي هي تستعمل وقروض اللي تستعمل كذلك هذه المواد اللي عرفت واحد التراجع عن الصعيد الدولي انها ينعكس على المواطنين باش نهضر معكم بصراحه اليوم الثمن ديال المازوت كان وصل واحد الوقت 17 درهم اليوم هو 12 درهم اي اللي تيدير 1000 كيلومتر اللي تيدير 1000 كيلومتر وتيستهلك السياره ديالو تستهلك 10 او ليتر للكيلومتر فهو قبل ملي كان 17 درهم كان باش يدير 1000 كيلومتر تيخصو 1700 درهم في الشهر اليوم بحكم انها طات فهي تخصو 1200 درهم اي انه اقتصد 500 درهم فتتكلم على المواطن العادي المتوسط دابا تكلموا معايا على الشركه الكبرى شوفوا التقليص اللي كان
كذلك لان قلتكم اعطيتكم ارقام واضحه، فهذا الانخفاض تخصو ينعكس كذلك على الاسعار. وهذا الدور ديالنا، وهذا الدور ديال مجلس المنافسه، يلعب دور كامل باش انه تخصو منافسه حقيقيه واننا نواجهوا عليه، ويكون كذلك انعكاس ديال هذه الانخفاضات لان الغاز انخفض على الصعيد الدولي قبل انخفض، فهذا كله تخصو ينعكس كذلك على جيوب المواطنات والمواطنين. وهذا الدور ديالنا واللي غادي نترقبوا به باش اننا نوصلوا لهذا النتيجه. هنا هو مجهودات ديالنا فاتنا، ولكن حنا ما وقفناش في هذا الشيء، ما وقفناش في هذا الشيء لان قلنا مزيان هذا الشيء اللي تيبان مزيان اننا نحطوا ونضمنوا باش اننا نقلصوا من ارتفاع الاسعار. انا نقول لكم باش تعرفوا حنا نسبه التضخم 6%، ملي تنشوفوا اوروبا 8%، ملي تنشوفوا الدول ديال الشرق الاوسط 14% الى اخره، تنبقاو اقل من غالبيه الدول العالم. درنا واحد المجهود، ولكن عارفين ان غير كافي لان المواطن ما عندوش باش يسكن، ما عندوش القدره باش يسكن ديالو. وبالتالي فقلنا ضروري نشتغلوا كذلك على امر اخر وهو الدخل. وفي هذا الاطار خاصكم تعرفوا شنو دارت الحكومه كذلك في اطار الحوار الاجتماعي، كان زياده في الحد ادنى للاجور لا بالنسبه للها 10% ولا بالنسبه للقطاع الخاص داز 5% في الثاني الماضي، ان شاء الله الرابع سبتمبر غتكون زياده ديال 5% اضافيه. انه هذه الترقيه اللي كانت موقفه سنتين بالنسبه للموظفين تعطات مره واحده 8 مليار ديال الدرهم قاعد زياده في هذا الاطار. انه خصنا شيء اما الضريبه على الدخل باش انه تجاوز ما بين 90 الى 200 درهم بالنسبه للموظفين وبالنسبه للاجراء اللي عندهم ما بين 4000 و 12000 درهم، هذا الشيء كان طبق ابتداء من الماضي. زدنا كذلك بالنسبه للاطباء زدناهم 4000 درهم، كانت تتقاضى 8000 درهم، كانت تتقاضى 12000 درهم. زدنا الاساتذه الجامعيين 3000 درهم في الشهر، هذا كذلك بزاف. وعاد الامور ان شاء الله جايه في الطريق وغنواصلوا في هذا الاتجاه. وحتى بالنسبه للاساتذه اللي هما بالنسبه للتعليم كذلك ان شاء الله في اطار اصلاح اللي داروا هذا النظام الجديد الموحد اللي دار وبين قوسين. احنا دائما في الاستقلال دافعنا باش هذوك الاخوان اللي كانوا متعاقدين باش انهم يكون عندهم نفس النظام من الموظفين العاديين، والحمد لله حققنا ذلك وفينا الالتزام ديالنا. واليوم يمكن نقول لكم بان المتعاقدين ديال القديم اليوم كلهم غيكون عندهم اولا صندوق التقاعد المغربي للتقاعد، كل بحال الموظفين غيكون عندهم نفس الترقيه ديال الموظفين، غيكون عندهم نفس الاجور ديال الموظفين، غيكون عندهم كذلك الامكانيه ديال التنقل من الاكاديميه لاكاديميه، وغيكون عندهم كذلك الامكانيه ديال التكوين المستمر في هذا الاطار. هذا كله دار واحد المجهود كبير، والنقابه ديالنا للتعليم الشغالي والجامعه الحره ديال التعليم وقعت على اتفاقيه مع رئيس الحكومه في هذا الاطار باش انه يكون عندنا هذا النظام الموحد بالنسبه للتعليم. اذا هذو بالنسبه للزيادات اللي كانت، انا ضروري نتكلم لكم كذلك على واحد الامر اساسي. هذا الامر الاساسي اللي هو مرتبط بواحد النقطة اللي تخصنا نعرفوها، هو أن جايك الملك جاب واحد المشروع مهم بالنسبة له وهو تمرين التغطية الصحية. التمرين والتمرين الحماية الاجتماعية فيها التغطية الصحية، فيها التعويلة العائلية، فيها الأشياء كذلك القضية ديال تعويلها فقدان العمل إلى آخره. ولكن بداو بالتغطية الصحية. بالنسبة للتغطية الصحية بغيتكم تعرفوا في هذا العام شنو درنا؟ جينا 7000 واحد القيد في التغطية الصحية، 7000 واحد فقط. اليوم عندنا 19 مليون اليوم في الضمان الاجتماعي. أصحاب الرعاية كلهم مشاو للضمان الاجتماعي، كلهم. وانا شحال منهم شفتهم جاو تيقولوا لي البطاقه ما عندنا ندير بها، تمشي مستشفى ما تلقى موعد، ما تلقى طبيب، ما تلقى يداوي. اليوم بهذه البطاقه الرابط اولا غيمكن يكون عنده نفس سلاله العلاجات، وهذا اللي صافي دافعنا حنا في الاستقلال وكان هو الشعار ديالنا في الانتخابات.
وهو هذا الرابط كله غيكون عنده نفس حقوق ديال اي موظف واي اجر. اي انه بغى عنده مشكل فني يمكن يداوى فيه، عنده مشكل اقتصادي يمكن يداوى فيه، كل الامراض يمكن يداوى فيها. ثانيا ان الرابط اذا مشاو القطاع العمومي ما يخلصوا والو، ولكن اعطيناهم الحق ما كانش عندهم قبل باش يمشيو كذلك القطاع الخاص. إذا ما لقاش طبيب ولا لقاش سكانر في القطاع العمومي يمكن يمشي القطاع الخاص، غادي بحال أي موظف أو أي أجير ما يخلص ويردو ضمان اجتماعي وضمان شهري. هذا واحد التحول كبير جدا ومهم. هذا اللي درنا الفلاحة، درنا الصناعة التقليدية، درنا التجارة، كل شيء ساهم، كل شيء دخل، فهذا عمل مهم. ونوصلوا إن شاء الله 22 مليون للمغاربة اللي غيستافدوا من هذا. علاش أنا تنقولكم تعطيكم الأهمية لهذا؟ لأن تخيلوا معايا شي واحد اللي ما عندوش واللي جا واحد مرض مزمن، شحال الناس يبيعوا تاعهم باش انهم يداروا، واليوم ان شاء الله ما يبقاوش يبيعوا تاعهم لان عندهم ضمان اجتماعي، عندهم تغطية صحية، وعندهم كيفاش يداروا. وهذا هو النقطة الثانية اللي هي مهمة فعلا، وهو اننا قلنا مزيان هادشي ولكن المشكل كبير هو مطروح انتم عارفين، وهو انه فين غنداو؟ فين المستوصفات؟ فين المشفيات؟ فين الاطباء؟ هذا هو السؤال الكبير اللي هو مطروح. كيفاش غنمكننا نحلوا هذه المشكله؟ فاول شيء درنا وهو اولا اتفقنا باش ان هذا التدبير ديال الصحه في المغرب يكون جاري، وانه يكون واحد المشفى جاري هو اللي يدبر هذا الامر كله. منظومة ككل. ثانيا قلنا بأن اليوم المشكل الكبير ديالنا وهو بحال في كل الأطباء ما تيبغيوش يجيو القطاع العمومي، وبالتالي فكرنا أنه غنحسنوا الدخل ديال هاد الأطباء باش يجيو القطاع العمومي. قلت لكم طبيب العام غيوصل 12000 درهم كان عندي 8 درهم، ولكن طبيب اختصاصي الأرض غيكون مرتبط الأجرة ديالو غيكون عندها واحد أجرة واضحة، أجرة كذلك متغيرة حسب العدد ديال الناس اللي هو مشاف، شحال كيفاش حال دواء الناس، شحال العمليات دار، ويمكن يوصل حتى 3000 درهم في الشهر، إلا خدم مزيان، وإلا خدم المغاربة، إذا الهدف ديالنا هو الصحة المغاربة، هو نداوي المغاربة، هذا هو واحد الاستقرار، هذا هو العلم اللي تقول لك أكثر من ذلك. قلنا أنه إذا ما كانش عندنا طبيب اختصاصي مثلا في المستشفى هنا في الكنيسه، فعندنا خاصنا نتعاقدوا مع طبيب خاص يجي برا ولا جوج مرات في الاسبوع ويدير اللي تحسوا به. ان المهم هو تنعرفوا ان المغربي مواطن الى جا المستشفى تحسوا بقلب غيره، تحسوا بصدقه اللي داروا، هذا هو الدور ديالو، هذا هو العمل اللي تحسن به. ثالثا وهو انه كذلك قلنا انه ضروري في هذا الجهد اللي غيدار اننا نزيدوا العدد ديال الكليه ديال الطب. دابا كل شيء غيكون عندها كليه الطب ويكون مستشفى جامعي باش اننا حنا تنكونوا 2400 طبيب. المشكل كبير مطروح وهو كاين 600 اللي تيهاجروا سنويا، وبالتالي حنا قلنا غندوزو 4500 طبيب سنويا، ونقصنا السنوات ديال الدراسه نقصناها الى 5 سنوات باش اننا يكون عندنا كذلك بحال كاين هذه الدول باش اننا نكونوا اكثر عدد ممكن من الاطباء باش نحلوا هذه الاشكاليات اللي فينا، ويمكن نجيبوا اطباء مغاربه تاعنا او من الخارج على ما ان شاء الله تكونوا ولادنا وبناتنا في الكليات ديال الطب في هذا الفيلم. هذا اللي يقوموا النقطة الثانية اللي هي أساس التعليم في البناية الاجتماعية هي مرتبطة بواحد الأمر مهم وهو التعويض العلمي. انتم عارفين تكلمت على الإنصاف، انتم عارفين بأن ثلثين ديال الأسر المغربية ما عندهاش تعويض العلمي. اليوم عندها ثلثين ديال الأسر المغربية ما عندهاش تعويض العلمي، اللي عندها تعويض العلمي هما الأجراء هما الموظفين فقط. هذه السنة إن شاء الله اخر سنه ان شاء الله غنبداو نعطيو التعويضات العائليه لكل اسر معوزه او للشغل.
كاين دار المعافين، كاين السجل الوطني ديال السكان، وكاين السجل الوطني الاجتماعي. هاد السجل الوحيد الاجتماعي هو هذا الاساس، غنشوفو شكون من وصل ليه الشاب فقيره ويبدا يتعطل الطويله الذهبيه. ولكن حنا طورنا هذا الامر، قلنا الطويله الذهبيه مزيان، ولكن كاين شاب وصل اللي ما عندوش الاطفال، وبالتالي هما راه ما عندوش الامكانيات، ما خدانيش عاطيني كيفاش غنعاونو؟ حتى هما غنعطيو الدار ولو ان ما عندوش الاطفال. بل اكثر الناس، هاد الناس مسنين اللي هما راه ما عندوش الامكانيات، ولادهم كبروا وما بقاوش عايشين معاهم، هما بوحدهم ما عندوش الامكانيات اللازمه. حتى هما مسنين غنعطيوهم تصاور دار الفرصه. إلا بغينا كلشي يكون عندو واحد الحل أدنى. تخيلوا معايا داك الفلاح اللي في الجبال، اللي هو السنة ما عندوش، السنة الماضية مثلا ما كانش عندو، ما كانش الماء، ما عندوش والو، ما عندو دخول. شنو تيدير؟ تيهاجر، تيحاول يحتل العمل، والعمل ما كاينش. إذا حنا قلنا ضروري أننا يكون عندنا هاد إطار التربية الملكية، يكون عندو واحد الدخول قاعد. تاع بنا شهريا غتبدا تخرج 300-400 درهم في الشهر. وهذا غيعاونو باش يواجه هاد الاصعاب اللي تكلمنا عليها، يديو ولادو المدرسة، يديو ولادو كاع اللي كيتقبل الى اخره الى اخره. يمكن كثر راه كاين مستوى باش غتخرج. اذا الفكرة الاساس اللي باغي نقول وهو انه الحمد لله هذا كان واحد التحول كبير اللي غيدهولنا انه يكون واحد الحل في الواقع الضغط اللي غيتخطر كل الاسر الفقيرة والمريض، وهذا التحول الاساسي. نقطة أخرى اللي تخصنا نتكلموا عليها وهي تدخل في إطار هذا العمل، وهو أنه هذا الشيء كله مزيان، تخصنا نتكلموا في المنتجات، التعويضات العالمية والبنية الاجتماعية، لأن عمليا تنقل السوق راه هو دخل غير مباشر، ولكن بأساسي فتكون احنا خفنا من الأسعار، احنا أعطينا تخصنا نتكلموا الناس التكلفة. ولكن هادو اللي ما خدامينش، ما عندوش باش، ما عندوش باش يمشيو يشريو، ما عندوش باش يشريو، خاصهم يوفروا باش يشريو، وبالتالي أول شيء اللي خدامين فيه هو التشغيل، وبالتالي أول شيء اللي درنا هو ورانا الارتفاع اللي درنا في المقاصة ما خفناش في الاستثمارات، بس نفس الاستثمارات اللي درتو، الاستثمارات العمومية داز إلى 300 مليار درهم، وكلها خصك العديد من فرص الشغل، بل أكثر من ذلك. درنا كذلك زيادة على هذا الأمر، كاين واحد الاستراتيجية صناعية مهمة جدا، هاد الاستراتيجية الصناعية اللي فيها السيادة الصناعية كذلك الملك في يوم الوطني للصناعة، أنه كذلك باش نخلقوا فرص شغل في المغرب، هذا هو الأساسي، وأننا كيفاش نلقاو نخلقوا فرص شغل في الخارج بتسويد واحد المادة، عمليا تجيو المادة تنخدموا الناس في الخارج، لا حنا بغينا نشوفوا في المغرب. وبالتالي غنبداو نشوف المغرب، بدينا نشوف المغرب، وبالتالي تخصنا نستهلكو مغربي، دائما الصفات اللي فعلا نشوف المغرب ما خصناش نستهلكو. اليوم فوق ذلك وصلنا لواحد أكثر من 140,000 فرصة شغل اللي تنجب في مجال الصناعة، بين 240,000 فرصة شغل اللي دارت في المجالات المغرب في السنة الماضية. قلت لكم مجهود اللي تبدا أكثر من ذلك، وهو أنه تنعتبرو انه من الضروري كذلك باش يمكننا نساعد هذا الشغل، قررنا ثلاثة امور اساسية بالنسبة للمقاولة. النقطة الأولى وهو ليت الشغل، ليت الشغل شي شاب وشابة انه طولة سنتين ما يخلصش عليهم الضريبة على الدخل، وما يخلصش عليهم كذلك اشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، باش نشجعو باش يخدمو الشباب. من هنا ل 2016 هاد التفاصيل كلها، هاد أي شركة اللي تنشأت أو شركة اللي كاين بغات تدخلنا جداد عندها الإمكانية باش أنها ما تخرجش عندها الضريبة، باش نسهلوا اليوم باش نشجعوا باش نخدموا الناس. ثانيا أننا درنا واحد الأمر اللي هو مهم، وهو غيرنا الميثاق، غيرنا الحلول، درنا الميثاق ديال الاستثمار. هاد الميثاق ديال الاستثمار اللي هو كان انتم عارفين هذه سنين الحكومات السابقه تتكلم على ميثاق الاستثمار، حنا في عام جاهزنا واليوم بدينا نطبقوا. شنو تيقول هذا ميثاق الاستثمار؟ وهو انه اليوم حنا في كناس، اليوم اي مستثمر اللي بغى يستثمر في كناس
56 مليون ديال الدراهم الدولة غتعطيه إلى الصبر في الكناش بس الصبر في الدار البيضاء غتعطيوه 10% ديال هذاك الاستثمار كذلك أي أنه إلا خلص إلى 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 56 مليون درهم غنعطيوه في هذا الإطار 50 غنعطيوه 50 مليون ديال الدراهم كذلك باش شنو يجي كيفاش تستثمر في الكناش ويكون فرصة في الكناش ثانيا أننا كذلك أنه الا ولا خدم بزاف ديال 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 الشباب ديال الناس غنعطيهم تزيدو 5 اخرى 5% اخرى اي 10% تزيد 15% ولا خدم بزاف ديال النساء غنزيدو 3% اضافية وصل 18% الى دار ابتكار غنزيدو غنزيدو 5% اكثر يمكن نوصل حتى 30% ديال الناس هذا هو المجهود اللي تخدم باش نشجعو الاستثمار وباش نجعلو ان الناس خارجو يستثمرو في بلادنا والمغاربة كانوا يستثمرو في بلادهم واننا باش نخلقو فرص شغل هذا هو الهدف هذا هو الاستراتيجية اللي وضعنا اطار اللي تم ديال الاستثمار ثالثا اللي كذلك وهو انتم عارفين الشركات المقاولة الصغرى والمتوسطة ضريبة كثيرة 35% اليوم خفضنا الضريبة نخفضوها كيفية تدريجية باش توصل 20% ان شاء الله من هنا ل 2026 والشركات الكبرى غيخلصوا 35% دونك دي الشركات المقاولة الصغرى تخلص 20% والمقاولات اللي هي مالية غتخلص 40% باش يكون تضامن مع المقاولة الصغرى المتوسطة ويكون تضامن كذلك مع الفئات هذا كذلك درناه في اطار هذا الحكومة وهذا تيكون في اطار الانصاف وفي اطار كذلك العدالة الجبلية أكثر من ذلك جبنا جبنا المرسوم الجديد ديال الصفقات العمومية اللي غيبدا العام الجاي ابتداء من شهر المقبل شنو هو الفكرة؟ أولا بالنسبة للي بون كومون اللي تيخدمو فيها المقاولات الصغيرة جدا رفعناها من 100,000 درهم إلى 500,000 درهم باش هكاك المقاولات الصغرى تخدم ثانيا أننا درنا كذلك في الإطار أننا ما غنبقاوش ناخدو أقل تكلفة غناخذوهم احسن تكلفه احسن عرض والاجر الانصاري على باش تكلفه هذا غيعطينا واحد تطور مهم جدا لانه شحال الناس يجيو وتيجيو المقاوله تيجي شي واحد تعطي واحد الرقم اللي عنده الامكانيات تهبط الثمن باش هذيك المقاوله الصغرى المتوسطه ما تدخلش في الصفقات العموميه لان حنا بل اكثر من ذلك قررنا ان 30% ديال الصفقات العموميه كلها غتمشي للمقاولات الصغرى والمتوسطه والتعاونيين باش نخدموا المقاولات الصغرى والمتوسطة أكثر من ذلك قررنا أنه هذه المقاولات الكبرى اللي خدامة إلا خدات شي صفقة ضروري أنها تخدم المقاولات الصغرى والمتوسطة معها وتعطيها شكون وضروري أنها تستعمل كذلك المواد الوطنية أكثر ممكن الفكرة هو أننا ندفعوا في الإنتاج الوطني بل أن هنا فرضنا على إدارة تعليمية وقت مروة على هذا ديال هاد القاعة الكبيرة وهذا الفندق الجميل أنه رغمنا أنها تكون في كل الصفقات العمومية المرتبطة بالبناء أنها تكون صناعة تقليدية ضرورية تكون فيها باش نجمعوا الصناعة وكذلك من بين الأمور اللي تكتب إليها وهو أننا درنا برامج باش نعاونوا في هذه الفترة درنا برنامج الجمعة الأخر ديال أوراج يستافدوا منه 116,000 مواطن ومواطن عطاتهم واحد مدة ديال 4 شهور 6 شهور إمكانية ثانية باش يمكنوا يتعاونوا وغنديروها ثاني هاد السنة تفقنا برنامج جديد في هاد الإطار والكشافة اللي معنا راهو مازالوا واستافدوا من هاد الأعمال وكانوا واحد العام جاي كنا اليوم على مجهود كبير اللي مازالوا في أوراق المهمة واللي عطات النتائج الإيجابية ديال المستقبل ديالنا وتكونوا كذلك في هاد الإطار وكذلك أن هذا درنا برنامج فرصة اللي يستافدوا منه كذلك العديد من الشباب باش أنهم يبداو كذلك المقاولة ديالهم زيادة على برنامج الانطلاقة اللي عطى انطلاقة ديال الملك محمد السادس هذا هو الله كل ذلك الهدف ديالو هو خلق فرص الشغل والحفاظ على الشغل وبالتالي أننا نوفروا الضغط المواطنات والمواطنين باش أنهم يستهلكوا باش أنهم يتزوجوا باش أنهم غدا يستثمروا وكذلك في الدار اللي عندهم دولة ديالهم إلى آخره أكثر من ذلك قررنا أنه غنبداو نعطيو دعم مباشر للوصال لباغيات الثانية المنازل ديالها كانت
فقيرة أو في إطار ما يسمى بالسكن الاجتماعي أو كائنة سكنية متوسطة. إن شاء الله عن قريب غيوش المنصور باش يحدد شحال غنعطيو كذا مباشر للوصال باش يحتاجو هذا المنزل ديالو أو الشقة ديالو. أنتم عارفين بأن ملي تيجي واحد يشوف واحد الشقة أول شيء تيدخل بركة شحال غتعطي في اليوم كتصبر وهذاك ما عندوش تصبر فحنا اللي غنعطيو تصبر الدولة اللي غتعطيو تصبر باش غادي نديرو من ديال الدار يكون عندو الإمكانية باش يكون عندو الدار ديالو الشقة ديالو. هذا كاين اللي درتو عليه. لهذا باش نقول لكم بأنه اليوم ممكن نقول لكم عديد من الأمور اللي دارت ولكن في الأساس بدكم تكونوا مقتنعين بأن حنا في هذه الأغلبية الحكومية عندنا واحد دور أساسي. شنو هو الدور؟ وهو أننا نعملوا في وجهتنا أولا باش تدافع إصلاح الكبرى الضرورية، ثانيا باش نحسنوا ظروف عيش المواطنات والمواطنين، ثالثا باش نخلقوا فرص للارتقاء الاجتماعي، رابعا باش نحسنوا ظروف المرأة والدور اللي تقوم به الأخت كذلك في هذا الإطار لا بالنسبة للخطة المساواة اللي عاد صارت عليها مؤخرا ولا الخطة كذلك ديال تمكين الأسر وجسم بالنسبة لتقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية بالنسبة لذوي الإعاقة أو بالنسبة للأسر المهمزة أو بالنسبة لليتامى إلى آخره في التعاون الوطني والوكالة التنمية الاجتماعية. فهذه الجهودات كلها تبدو كلها عندها هدف واحد وهو خدمة المواطن، لا على تخليص الفوارق الاجتماعية، لا على تخليص الفوارق المجالية. وأنا نقول لكم بصراحة كلكم حنا تندافعوا وأنا من المجاهدين باش تكون كرامة لكل مواطنات وكل مواطنين. هذا واحد الشيء غير هذه هي المؤسسة الاجتماعية في هذا الوقت الذي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الهدية التي هي من صنع صانع تقليدي ومناضل استقلالي تتميز بها مدينة مكناس عن باقي مدن المملكة المغربية. أطلب من الأخت مروان الأنصاري والأخ الحاج محمد الأنصاري والأخ الحاج بن عيسى بعطاوي أن يقدموا باسم المناضلات ومناضل مكناس الحاج قداري والحاج بعطاوي. Exactly.